السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بألف خير ويلقيكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال يا ربي وبصحة جيدة. قبل ما نبدأ الفيديو ديالنا نصلي على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة. كيف ما وعدتكم أني غنحضر معكم وصفات بالخميرة البلدية. اليوم كاقتراح غادي نقترح معكم، يعني بما أننا يعني كنحير وشنو نوجدوا للعشاء، فغادي نقترح معكم كاقتراح للعشاء الحريرة بالخميرة البلدية، كتجي رائعة وبنينة، والأهم انها صحيه وبمكونات جد بسيطه، ما كتاخذش يعني واحد الوقت او مجهود في التحضير ديالها. دائما كنحيروا اش نحضروا للعشاء، فهذه كاقتراح وكتبقى صحيه 100% وخفيفه يعني على الجهاز الهضمي ديالنا. فبالنسبه للمكونات، مكونات جد بسيطه. غادي نحتاج العدس سلافه يعني مع مرش، من بعد ما غسلته ونقيته عندي زلافه ديال الكرافس، زلافه ديال قزبر والمعدنوس، وزلافه ديال الحمص، وعندي بصله كبيره محكوكه، وسته ديال المطيشات محكوكين او مطحونين، وعندي ملعقه ديال السمن، وعندي اكيد التوابل اللي غنشارك معكم في طريقه التحضير. في الكوكوت او طنجره الضغط غادي نوضع زلافه كبيره ديال الحمص، وعندي يعني مرقد من قبل يعني بريله كامله، وعندي هنا زلافه يعني مع مرش ديال العدس اللي كتجي هاد الحريره بنينه وصحيه وسهله في التحضير، ودائما كنحيروا شنو نوجدوا للعشاء. فغادي نشاركها معكم بالطريقه اللي كنحضرها، وغادي نضيف زيت المائده وزيت الزيتون. وغادي نضيف ملعقه صغيره ديال السمن الحار، وغادي نضيف توابل الابزار ملعقه صغيره يعني راس معلقه صغيره، راس معلقه صغيره ديال الخرقوم، وراس معلقه صغيره ديال السكنجبير، وكذلك غادي ندير واحد راس معلقه ديال القرفه، فكتعطي واحد المذاق رائع، واكيد الملح اللي كتجي هاد الحريره صحيه 100%. وغادي نضيف القزبر والمعدنوس وكذلك الكرافس اللي مكردين من قبل، وغادي نضيف بصله كبيره محكوكه، وغادي نقلي هاد المكونات على نار اللي تكون هادئه مع التحريك، وكتبقى على حساب عدد الاشخاص اللي غتحضروا ليهم الحريره. فهنا غادي نقلي هاد المكونات على نار هادئه، وغادي نضيف مطيشه محكوكه، وغادي نضيف الماء اللي يكون مغلى من قبل باش هكا الحريره ديالنا طيب مزيان. نضيف هنا من بعد ما تقلات لينا غادي نضيف ليها ماء مغلى، وغادي نغلق هاد الطنجرة، نغلق الطنجرة ديال الضغط حتى كطيب لنا الحريرة لمدة 20 دقيقة. وهنايا اسمحوا لي على التصوير لانني صورت على الطول فعطاني على العرض، وغادي نغلقها. وهنا بالنسبه للمكونات اللي غادي نوضعهم في الحريره من بعد ما كطيب، فغادي نضيف لها مكون اللي هو مكون طبيعي اللي يعطيها لون رائع اللي هو الباربا. غادي ناخذ هنا باربا كبيره، غادي نقيها وغادي نغسلها مزيان، وعندي هنا الروز اللي غادي نضيفو في الحريره، يعني ما غاديش نضيف ليها لا الشعيريه لا والو، غادي نضيف فقط الباربا والروز باش كتبقى يعني صحيه. انا خديت باربا كبيره غادي نوضعها في الحريره، جربوها راه كتعطيها واحد اللون وكتعطيها واحد المذاق رائع. وغادي نضيف زلافه كبيره ديال الروز من بعد ما غسلته، فكيف ما كتلاحظوا معايا الحريره ديالنا
كنخلي فيها هذيك الباربه حتى كتطلق داك اللون ديالها، يعني اللون الاحمر، لون رائع، وكتعطيها واحد الشكل رائع بدون ما كنضيف اي طماطم مركزه، كنضيف فقط هاد الباربه، راه كتعطيها واحد المذاق وكذلك واحد اللون رائع رائع. جربوها بهذه الطريقه وردوا عليا في التعليق. هنا الخميره البلديه اللي غديتها من قبل، يعني وجدتها حضرتها خصيصا للحريره، فسبق حضرت معكم الطريقه، فغادي نخليها لكم في صندوق الوصف، يعني جربوها دخلوها للمطبخ ديالكم، راه صحيه بزاف على الخميره الاخرى وكتبقى يعني امنه على الخميره الاخرى، يعني كنعرفوا انها طبيعيه 100%. يعني هذه الخميره اللي كنحضر راه كتجي رائعه بدون حموضه، يعني ما كتعطيكمش واحد الحموضه لا في الحريره لا في الخبز. فغادي نحضر معكم اكيد الخبز الطريقه اللي كنحضر به بالخميره البلديه، فالخميره البلديه رائعه رائعه، كنز يعني كنز في الدار. وهنا خديت الخميره غادي نوضعها في الهشوار، وغادي نضيف ليها الماء ديال الحريره، وغادي نطحنها مزيان باش هكا يعني ما يبقاش ليا هذيك الخميره واقفه في الحريره. فهنا الحريره ديالنا من بعد ما كتوجد كندوروها بهذه الخميره اللي طحنتها في الهشوار باش هكا كتبقى عمليه. فكيف ما كتلاحظوا معايا راه هذيك الباربه راه عطات واحد اللون رائع للحريره، فيعني الكاميرا ما عطياش حقها في اللون، يعني ما عطاتش داك اللون اللي كيف ما انا كنشوفو، يعني كتعطي واحد اللون يعني احسن من الطماطم المركزه اللي كتبقى غير صحيه وما كنعرفوش يعني المكونات اللي فيها، اللي كاين اللي كيضيفها في الاخير. فانا كنفضل نضيف الباربه اللي خديتها عند هذه المعلومه، خديتها من عند الدكتور حليم اللي كنشكرو. هذه ديال الحرير ديالنا كنقدموها بالصحه والراحه، كتجي رائعه وكتعطيها يعني داك الباربه داك اللون الرائع. فهنا يعني الكاميرا ما عطاتهاش حقها في اللون ديالها، فكتجي رائعه وبنينه، والاهم انها صحيه. جربوها بالطريقه وردوا عليا في التعليق، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش ليا بتعليقكم حفيزه، واكيد بالاعجاب للفيديو إذا عجبكم الفيديو، واشتراك بالقناة أكيد اللي عجبكم محتوى ديال القناة. وشكرا على المتابعة، وإلى الملتقى في فيديو آخر. في الاعجاب ديالكم وتجربوها بهذه الطريقه، وما تبخلوش ليا بلايكات ديالكم، تعليقكم حيزه. شكرا على المتابعه، والى الملتقى في فيديو اخر.